السلام عليكم ورحمة الله. الفنون نور الدين، فاعل جمعوي، مدرب معتمد من المعهد الأمريكي في التدريب والاعتماد في العلاج الطبيعي. عندي واحد الأزمة الحمد لله كنمر بها الآن، ويا نعمة بالله، فكما قال سيدنا رسول الله المؤمن المصاب. احنا الحمد لله كنمر بواحد الأزمة اللي هي صعيبة بزاف، كنديرو دياليز 3 حصص في الأسبوع، عندنا الدواء ديالها. هادي تقريبا دابا واحد 5 شهور ولا 6 شهور أصبت بأزمة صحية كبيرة، نجات عليها الحمد لله، نجات عليها. ارتفاع الضغط مرتفع أدى إلى الفشل الكلوي ديالي. الآن أنا كنت كنخلص الحصص أسبوعيا، وكتعرفوا الانسان راه واخا يكون عنده جبل ديال الفلوس ولا جبل ديال الذهب، ضروري هذا المرض هذا ما تدي منه كل شيء. لهذا كنطلب منكم الاخوان الحباب الله واهل الله والغيره اللي بيننا وبين المسلمين، كنطلبكم من الله الا كان شي مساعده فتحنوا في خوكم. خوكم راه يعني بواحد الاسماء اللي كان بها الله عز وجل. لهذا مره اخرى كنعاود نطلب منكم، رانا 3 حصص في الأسبوع عييت، بعت القدام اللي عندي وبعت القدام اللي ورايا وبعت تليفوني بعت حويجي، خرجت من دار الكرا ورجعت عند الوالدين، وكان عاني من الأزمة هذه بزاف، وهدمت لي صحتي بزاف من 84 كيلو ولا في 70 كيلو، وعندي ضيق في التنفس ونظر في العينين ناقص شوية، خصني نشوف طبيب ديال العينين وطبيب ديال القلب. لهذا حبايب الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم من هذا المنبر، من هذا المنبر كندعيكم دعي الله عز وجل يوفقكم وتساعد هذا العبد المذنب، والله لا يضيع أجر المحسنين. الحصة كتقام عليا ب600 درهم الحصة، لأنني جربت ديال الجمعيات وتكرفص، درت جوج حصص في الجمعيات، جمعية الأمل، ولقيت راسي أنني كندهور صحتي بعدها. والان انا كنديرها في واحد الحصه، كنديرها في كلينيك بريفي، كنديرها ب600 درهم الحصه، بمعدل 5000 درهم في الشهر، زائد شي 500 درهم ولا 600 درهم ديال الدواء. وكتعرفوا الجهد راه يتقاضى واخا يكون عندك اللي عندك الاخوان. وسمعوني على الوقفه، ولي الله محمد رسول الله. سمحوا لينا مره اخرى، سبطان المخزن دفعنا الدوسي، دفعنا لكل شيء، ولكن هذاك الشيء شويه كيبغي حتى انهم يخرجوا لك واحد الكارني، وكاين مده طويله باش تستافد وتجي لقبلك بلاصه. من حدك ما كتلقاش بلاصه، كتبقى خصك ديرها في البريفي. وانا دابا الاسبوع هذا ما درتهاش حصه، وانا مزير اليوم هذه الليله، تزيرت واحد الزيره هي ما خلاتنيش نتكلم، ما خلاتنيش نتكلم. ولكن الحمد لله، الحمد لله على فضل الإحسان، الحمد لله. لقينا الخير في أهل الله وحبابنا وأصدقاء ديالنا، كلهم وقفوا معانا بالقليل بالكثير. الناس جات من مدن أخرى، من أكادير، من مراكش، الناس جات عندنا. الحمد لله، الحمد لله. كاين عندي بنية عندها 3 سنين، وكنت طامع بأنني سانا نشوفها قدامي كتتمتع وكتعيش في رزق باه، ولكن اليوم الحمد لله، الحمد لله. الله يربي كريم. المحسنين احنا قليل الله ولا كثير الله، كاع ينفع اي حاجة من عند شي محسن تنفع، سواء قليل ولا كثير، والله ما كيضيعش اجر حتى محسن. اي واحد دار فينا شي خير غدا قدام الله نكونوا شهداء له عن الله عز وجل، نكونوا من الناس اللي شاهدين لي انه هذا السيد دار فينا خير في الدنيا، حاشا الله انه يضيعوا في الاخره. والله يرحم الوالدين لجميع المسلمين، والله يرحم الوالدين اللي كنت تشوفهم.